هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 من يونيو عام 2013. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم. بعد أيام قليلة تهل علينا ذكرى ثورة 30 من يونيو سنة 2013 التي خرجت فيها جموع الشعب المصري لاستعادة الوطن من براثن جماعة باغية ظنوا أنهم اختطفوه، فخرج الشعب عليهم لينقذ مصر من شفا هاوية الصراع الأهلي والطائفي الذي زرعوا بذوره وأشعلوا فتيله، فأفشل الشعب خططهم وحطم آمالهم ودحر إرهابهم ونالوا وبال أمرهم. فبفضل شجاعة وبطولة القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل، وفي نفس الوقت صارع الشعب خطاه لبناء الدولة لتتبوأ مكانها اللائق بها وتوفر لأبنائها فرص العيش الملائم والحياة الكريمة خلف قيادتها الحكيمة التي وضعت شعبها نصب أعينها ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار.